بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الشهداء. وطبعا احنا في سنه 1732 ل 1733، والفرق بين 32 و33 ل 2015 تقريبا 284. الفرق بين الشهداء والميلاد 284 سنة. 284 سنة دي، سنة 284 هي السنة اللي تولد فيها دقلديانس الحكم، فدي علشان ابتدوا فيها سنة الشهداء واعتبروا انه دقلديانوس دي هو اكتر انسان عذب الشهداء، عشان كده ابتدينا السنة الشهداء ب 284. احنا عايزين نقول ليه الشهداء استشهدوا، ليه احبوا الشهادة، وليه احنا بنحب الشهادة، واذا كان ما فيش استشهاد في اليومين دول ازاي الواحد انه يكون شهيد ويبقى شاهد بدون شهادة. اولا ان الشهداء حبوا الاستشهاد لانهم احبوا الحق، والإنسان المسيحي اللي يعيش يحب الحق يموت عشان الحق، وأهم حاجة إن الواحد يعرف الحق. المسيح له المجد لما قبض عليه بلاطس وقال له أنت ما بتتكلمش ليه؟ كل الناس بتتكلم أنت ساكت ليه؟ ففضل المسيح ساكت ساكت ساكت، بعدين قام بلاطس قال له أأنت ملك؟ فالمسيح له المجد قال له أنا أتيت إلى العالم لأشهد للحق. هي دي الشهادة. طب إيه الشهادة اللي أنت عايز تشهد بيها يا يسوع؟ من أجل الشهادة دي هو مات. إيه الشهادة دي؟ قال أنا أتيت إلى العالم لأشهد للحق، فقال له أنت ملك؟ قال له أنا ابن الله. هي دي الشهادة. فلما قال له أنا ابن الله قام وداه القيافة، قيافة قال له ازاي تقول كلمة زي دي؟ أنت مجدف، أنت تستاهل الموت، أنت تستاهل الصلب. فقال له هي دي الشهادة، هي دي الحق، أنا هو الطريق والحق والحياة. وهذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، الكلمة دي اتقالت واتسمعت في السماء مرتين، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. عشان كده الشهداء لما ماتوا، ماتوا من أجل الحق ده، من أجل الشهادة دي إنه هو ابن الله. عشان كده الشهادة بتاعتنا إحنا بنقولها كل يوم في الكنيسة، بنقول إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد. يعني إيه؟ يعني هذا هو الحق الذي نشهد به، نشهد بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، ابنه الوحيد يسوع المسيح. فإحنا كل يوم بنقول في القداس نشهد، وهذه هي شهادتنا بأن المسيح هو ابن الله. عشان كده إحنا ماسكين بهذه الشهادة. يوحنا المعمدان لما بنصلي باكر بنقول إيه؟ لم يكن هو النور بل جاء لإيه؟ ليشهد للنور. اذا هو اللي شهد عن المسيح عشان كده مات. ان الذي ياتي بعدي كان قبلي حقا كان اقدم مني، فمات من اجل هذه ايه؟ من هذه الشهاده. احنا كمسيحيين كلنا على بعضينا، اي حد فينا قاعد النهارده في الكنيسه لازم يكون عنده جد من جدوده شهيد، لازم. لازم يكون عنده جد من جدودك شهيد. ازاي؟ زمان يا جماعه في مصر كل المصريين كانوا مسيحيين، ففرضوا عليهم يا اما يدفعوا جزيه، يا اما يبقوا مسلمين، يا اما يموتوا. ما عندهمش حل غير كده. فاحنا اجدادنا ما كانش عندهم الجزيه ورفضوا ان يبقوا مسلمين فماتوا. فماتوا بقوا شهداء، فإحنا طلعنا أولاد الشهداء. فنحن نفتخر بأنه أجدادنا كلهم شهداء. أخواتنا المسلمين اللي حوالينا كانوا يوم من أيام أجدادهم
مسلمين مسيحيين، لكن ما كانش عندهم جزية، لكن غيروا دينهم فأصبحوا إيه؟ مسلمين. عشان كده أولادهم طلعوا إيه؟ طلعوا مسلمين. لكن إحنا كمسيحيين نفتخر بأن كل واحد فينا عنده جد شهيد، ولو ما عندناش أجداد شهداء ما كناش قعدنا القعدة اللي إحنا قاعدين هذه بصراحة، لأنه هم اللي فتحوا لنا الكنائس، هم اللي حافظونا على الإيمان، ونشكرهم جزيل الشكر لأنهم فتحوا لنا الكنيسة وخلونا نقعد القعدة دي. إذن أول دافع بأنه الشهداء أحبوا الاستشهاد هو حبهم للحق، وهذا هو الحق، أنه المسيح هو ابن الله. ثاني دافع أنه الشهداء أحبوا الاستشهاد حبهم للأبدية وحبهم للسماء، كانوا يحبوا السماء والأبدية، ده اللي خلاهم يستشهدوا. عشان كده السيد المسيح له المجد من جاء على الأرض عمره ما كان يتكلم على الأرض أبدا، كان يتكلم بس على السماء، ويقول يشبه ملكوت السماوات، يشبه ملكوت السماوات، وفي ليلة عيد النيروز الإنجيل كله يشبه ملكوت السماوات. فكلام المسيح كله لا تهتموا لحياتكم، بما تأكلون، بما تشربون، بما تلبسون. نهتم بإيه يا رب؟ اهتم بالسماء. طب بكرة يا ربي ما ناخد بكرة ايه رأيك فيه؟ لا تهتم للغد. طب نهتم بايه يا ربي؟ اطلبوا اولا ها ملكوت الله وبره، وهذه كلها ايه؟ يعني ايه تزاد لكم؟ يعني كل اللي انت عايزه من اكل وشرب ولبس ده يجي على البيعة بعد كده، يعني تاخده كده مع ملكوت السماوات. اذا المسيح الحقيقي اللي عايز يشهد للمسيح هو دايما ايه؟ مشغول بالسماء ومشغول بالملكوت السماوي، ومش مشغول بالملكوت الارضي. عشان كده لما يكون في استشهاد في البلد الناس تحب الاستشهاد ويجروا ورا الاستشهاد. ليه؟ يقول لك يا سلام، ده في فرصه توصلنا السماء بسرعه، ده نستنى لحد ما اموت. لا، طالما في فرصه توصلني للسماء بسرعه اروح استشهد. عشان كده أحبوا السماء وأحبوا الأبدية، ودي الحتة اللي هم إيه يعني خلتهم بأنهم يوصلوا للسماء بسرعة، حتة الاستشهادية. الرومان كانوا يساوموا الفقير ويتفاهموا مع الغني عشان يسيب الإيمان، لكن لا فقير كان يسمع لهم ولا غني كان يسمع لهم عشان بيحبوا السماء. يعني كانوا يمسكوا الفقير يقولوا له إيه؟ هنديك ذهب ونديك فلوس ونديك مال ونجوزك بنت من بنات الأمراء ونديك جنسية رومانية، سيب الإيمان، إغراء. ويمشوا للغني يقولوا له شوف خسارة اللي هتسيبه ده، أنت هتموت وتسيب كل اللي عندك ده، أملاك ومقتنيات وحاجات كثيرة كده، تسيبها ليه؟ فلا ده كان يسمع لهم، لا الغني يسمع لهم ولا الفقير يسمع لهم. ليه؟ لأنه محبوا السماء، أحب الأبدية. عشان كده ما كانش حد إيه بيرضى يسمع لهم. ما فيش حد كان فيهم يمسك العصاية من النص، ما فيش حد كان فيهم يقول لا أنا أمشي للملك وأسجد للأصنام وأمشي بيتي أقول يا ربي معلش ما في القلب لا، ما فيش كلام زي كده. يا إما الأرض هي أرضي ويا إما السماء هي سماتي بس، لكن أمسك أرض وأمسك سماء ما كانش عندهم الكلام ده. عشان كده دانيال لما قالوا له لو عبدت إلهك فيها جب أسود، إيه رأيك؟ قال له ماله؟ طب تمشي البيت تعمل إيه؟ يمشي البيت يفتح الطاقة تحت الشباك ويصلي لله، كل الناس تشوفه. يا حبيبي اقفل الشباك طيب عشان ما فيش حد يشوفك، دي فيها جب أسود، ماليش دعوة. ما فيش حاجة اسمها أمسك العصاية من النص. وفعلا أول ما شافوه من طاقة الشباك بيسجد لإلهه كان فيها إيه؟ جب أسود، وترمى لجب الأسود. عشان كده يا أحبائي يعني يقول بطرس الرسول إيه؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب. ليه؟ لأنه بيحبوا السماء. إحنا رب لسه يعني أنت متأخر علينا ليه يعني عشان نمشي السماء؟ ما تيجي بسرعة يا رب، يعني نفسنا ندخل السماء، ما تخلصنا من الأرض،
ما بيقولوش خلصنا من الأرض لأنهم قرفانين من الأرض، إنما شوق للسماء، فده اللي بخليهم ويديهم دافع للاستشهاد. إذن أول حاجة الشهداء استشهدوا من أجل الحق، ثانيا استشهدوا من أجل محبتهم للسماء والأبدية. ثالث حاجة الشهداء استشهدوا من أجل الصليب، لأنهم أحبوا الصليب والمصلوب عليه. عشان كده أجدادنا كانوا دايما يحبوا الصليب، وإحنا أكتر كنيسة تحب الصليب، وأكتر كنيسة ترشم صليب وتعلق صليب وتدق صليب على إيدينا ونلبس صليب. ليه؟ لأننا بنفتخر بالمسيح المصلوب. عشان كده في كنيستنا القبطية في طقس حلو جدا، إنه المسبح دي لازم يكون خشب، لازم. ليه؟ علشان المسبح يمثل الصليب. طيب إذا ما كانش خشب لازم نحط عليه لوح العهد اللي هو اللوح الخشب دي، عشان لما نيجي نحط عليه الصينية جسد الرب ودمه يبقى المسيح محطوط على خشبة الصليب فوق الايه؟ فوق المسبح. طب تحت المسبح نحط ايه؟ نحط ايه تحت المسبح؟ مين يعرف؟ ها؟ أجساد الشهداء. جدع. تحت المسبح نحط أجساد الشهداء. فوق المسبح في المسيح اللي مات على الصليب من أجل الشهداء، وتحت المسبح في الشهداء اللي ماتوا من أجل المسيح على المسبح، عشان هم ماتوا من أجله وهو مات من أجلهم. إذا فوق المسبح في دم، دم المسيح، وتحت المسبح برضه في إيه؟ في دم، دم المسيح، دم الشهداء. عشان كده يا جماعة يعني أبونا لما يجي يمسك الصينية وعليها جسد الرب ودمه يقول في التناول، يعني يقول أؤمن أؤمن أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الله القديسة مريم. اللحظة دي كل الشعب بيسجد وراسه تحت المسبح، كلنا بنسجد لحد ما نحط راسنا تحت المسبح عشان نقول يا ربي احنا نؤمن الى النفس الاخير، حتى لو بقينا شهداء ونتحط تحت المسبح نؤمن بانك انت الموجود على الصينية هو ابن الله المولود من الاب قبل كل الدهور، تجسدت وتأنست وتصلبت وقمت وسيبت لنا مكان في السماء، حتى لو احنا بقينا تحت المسبح. وخلينا يا ربي نبقى شهداء تحت المسبح عشان نقدر نستحق ان ناكل اللي فوق المسبح اللي هو ايه؟ جسد الرب ودمه. فالشهداء احبوا الشهاده من اجل الصليب. عشان كده واحد من الشهداء، يعني عارفين الرومان دول زمان كان عندهم زي عرض شو كده للشهداء، فكانوا يجيبوا الشهداء يحطوهم كده في ميدان كبير وحواليهم الناس بتفرجوا، فيرموا عليهم الأسود الجائعة، يحط واحد شهيد كده والأسد الجائع يموت ويأكله لحد ما يبقي شوة عظام. الشو بتاع الأسود يخلص يجيبوا شو النمور الجائعة، شو النمور الجائعة خلص يجيبوا شو الفهود الجائعة، شو ناس تتفرج وتضحك وهي الشهداء بيتاكلوا أكل من الحيوانات الجعانة دي. واحد من الاباء الشهداء من الشباب الحلوين ده كان عمره 20 سنة، وكان رموله فهد كده ايه؟ جائع. وبعدين اول ما الفهد جرى عليه كان مزبد من الجوع، الولد ده عمل ايه؟ رشم نفسه بعلامة الصليب، وبعدين فرد ايديه كده على هيئة صليب. ليه عمل كده؟ عشان بيفكر نفسه بانه المسيح اتصلب عشاني، انا مش هخاف، فانا المصلوب هتصلب عشان خاطر المسيح واموت عشان خاطر المسيح وهتذكر المسيح المصلوب. فعمل كده عشان ايه؟ ما يخافش ويجري ويكون ايه؟ ويكون ثابت. اذا نعد مع بعض، ليه ابائنا الشهداء احب الشهادة؟ اولا من اجل ايه؟ الحق. ثانيا من اجل السماء والأبدية. ثالثا إنهم أحبوا الصليب.
رابعا لأنهم كانوا تائبين. تائبين. الإنسان التائب سهل عليه جدا بأنه يموت، والموت بالنسبة لي مش صعب لأنه تائب عايز يدخل السماء. إنما الإنسان اللي مش تائب صعب عليه جدا بأنه هو إيه؟ بأنه هو يعني يموت. عشان كده كانوا حاطين قدامهم الشهداء دول الآية اللي بتقول مجاهدين حتى الدم ضد الخطية. كان الواحد فيهم يجيب دم ولا يكذب، يجيب دم ولا يشتم، يجيب دم ولا يمشي وحشة ماشي وحشة. فلما تيجي الشهادة ويجي السيف مش صعب عليه. ليه؟ لأنه أصلا جاب الدم من بدري، يعني الجهاد والتعب مع الخطية ما عادش يفرق مع السيف، لأنه هو كده كده تائب وجرب إزاي يكون في جهاد. خامس حاجة اللي خلاهم يحبوا الشهادة الوعود الإلهية. أجدادنا كانوا طيبين جدا، وكانوا اللي يقول عليه ربنا كانوا يخدموا سلمات من ربنا. اللي يقول عليه ربنا هو اللي يمشي. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد قال لهم إيه؟ طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم إيه؟ عظيم في ملكوت السماوات. طب يجي واحد يقول أنا خبت خيبة، لا عرفت أصلي كويس ولا عرفت أصوم كويس ولا عرفت أقرأ كتاب مقدس كويس، وبعدين يتذكر وعد ربنا لو طردوك وأهنوك وموتوك من أجلي، ده مش تدخل السماء بس، ده انت تدخل السماء واجرك عظيم كمان في ملكوت السماوات. اول ما يتذكر الوعد ده يقوم يعمل ايه؟ يجري يفتش له على واحد يموته. ليه؟ لان يقول خلاص انا يعني الخيبه اللي انا فيها دي اغطيها ازاي؟ بالاستشهاد. انا عندي وعد الهي من ربنا اذا مت من اجله ادخل السماء، مش ادخل السماء وبس، انما كمان اجري ايه؟ اجري عظيم فين؟ في ملكوت السماوات. عشان كده بولس الرسول يقول ايه؟ يقول اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه. اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه. يعني كان معروض عليهم بانهم ينجوا ويجروا ولكن مرضوش، عشان خاطر ايه؟ الوعود الالهيه اللي اداها لهم ربنا. واحد زي مرجرجس ده مثلا تعذب كم سنه؟ مرجرجس 7 سنين. طب ازاي يعني تعذب؟ ازاي ما ماتش ده يعني؟ انه كل مرة كان بتعذب كان بيقول لي رب اشفيني، على طول كان ربنا يجي ويمد يده ويشفيه. 7 سنين يموت ويحيا، يموت ويحيا، يموت ويحيا. جاء يوم من الايام قال لا انا هفضل كده لامتى يعني اموت واحيا اموت واحيا، انا المرة دي مش عايز احيا خالص. لم يقبلوا النجاة. عشان كده ايه يا جماعة؟ انه تعرض عليهم بانهم يقبلوا النجاة ولكنهم لم يقبلوا النجاة لانهم كانوا عايزين السماء. عشان كده يا جماعة واحدة زي القديسة أربسيمة، أربسيمة دي كانت في احد بيوت العزارة، وبعدين دخل عليهم الرومان موتوا كل العزارة اللي في البيت دي. هي كانت في اوضة بعيدة عشان كانت عيانة ومكسحة ما بتمشيش، والرومان ما جابوش خبرها، بس هي من بعيد سمع في صراخ شديد، الرهبان بيموتوا كلهم وبيصلوا، وهي طبعا في الأوضة. واحدة زيها تعمل ايه؟ تدس تحت السرير لحد ما الرومان دول يمشوا. لم تقبل النجاة. انما بعد ما الجنود مشوا نزلت من السرير وعمالت تكسح 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 لحد ما فتحت الشباك ونادت على الجندي، انت يا عم؟ بصلها كده، انت فين؟ قالت له انا هنا، اخواته ماشي السماء وانا لسه، تعال خد راسي. صوروا في ناس توصل لدرجه زي كده ان هي تنادي على الجندي يقطع راسها عشان تمشي السماء. اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاه. عشان كده في اثنا كان في اضطهاد وكان في استشهاد، وبعدين بعد ما خلاص موتوا كل الناس اللي في إثنا، 2 فلاحين معاهم الطوارئ بتاعتهم وطالعين، وبعدين بيقول للناس يعني احنا ما متناش، موتونا احنا عايزين نستشهد.
فالجنود قالوا لهم ايه؟ السيوف بتاعتنا ايه؟ تلمت، ما عندناش، مش هنقدر نموتكم. لم يقبلوا النجاة. قاموا قالوا لهم احنا الطواري بتاعتنا اللي في يدنا سنينة، شيلوا بها راسنا. لم يقبلوا النجاة. اخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة. كل ده ليه يا جماعة؟ كل ده ليه؟ لان الوعود الالهية اللي في السماء، لكم ملكوت السماوات واجر ايه؟ اجر عظيم. عشان كده يقول على الناس الشهداء ديل ايه؟ لم ينال، انهم ينالوا قيامة افضل. يعني ايه ينالوا قيامة افضل؟ طب ما كلنا حنموت ونقوم. لا، الشهداء ديل بالذات قيامتهم افضل من قيامتنا كلنا، ومكانتهم ومركزهم افضل منينا كلنا. عشان كده قال عنهم الكتاب ايه؟ انهم ينالوا قيامة ايه؟ قيامة افضل. اذا الشهداء دول يا جماعة يعني احبوا السماء واحبوا الابدية. انتوا عارفين ان يوحنا في سفر الرؤيا، في رؤيا 7، ربنا اخذوا كده فسحة على السماء، قال له تعالى فرجك على السماء. فهو بتفرج على السماء، لقى في طابور كبير من الاباء لابسين ابيض ومعهم زعف النخل وعمالين يسبحوا ويرتلوا. فقعد كده ايه مبهور من المنظر دي. وبعدين جاء له واحد من 24 قسيسا اللي واقفين، قال له يا حنا مين دول؟ قال له انا عارف، ده انا ضيف عنديكم، ده انت اللي تعرف، انت قاعد هنا على طول، انا ما اعرفش. قال له هؤلاء الذين اتوا من الضيقه العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الخروف، من اجل ذلك هم امام عرش النعمه يخدمونه ليل ونهار. قال له دول اللي اتوا من الضيقه العظيمه وبيضوا ثيابهم بدم الخروف، وهم قاعدين قدام العرش ليل ونهار يخدمون ربنا. زين ده وعد، وعد كل انسان يجي من اي ضيق عظيمه يلبس ابيض ويقف مع الناس دول ومعاه زعف النخل ويرتل ويسبح امام الله. اذا يعني فرصه عظيمه لكل انسان ياتي من ضيقه عظيمه يكون واقف قدام ربنا. الاباء الشهداء دول كان عندهم حاجه اسمها شهوه قلب للاستشهاد. يعني تصوروا معايا، الانبا انطونيوس ديا كان في الجبل وسمع بانه في استشهاد في اسكندريه، يعمل ايه؟ يقول خليني في الجبل، وبعدين لما تخلص الاستشهاد يبقوا خبطوا عليا ابقى انزل. ما قالش كده، انما قفل قلايته ونزل اسكندريه وقلع الاسود بتاعه ولبس فلاح زي اي الفلاحين التانيين، وعايز يستشهد ويتمنى كان يموت، شهوه شهاده، لكن ربنا ما سمحش بانه يموت لانه كان عنده رساله ثانيه. لكن هل ده معناه انه هو فقد اكليل الشهاده؟ هو برضه شهيد. واحد زي يوحنا الحبيب، كل القديسين وكل التلاميذ ماتوا شهداء ما عدا يوحنا، لكن يوحنا اخذ اكليل الشهاده. ازاي؟ كونه انه يوصل لحد الصليب ويعرض نفسه للموت هو شهيد، لانه ما خافش ابدا، انما وقف مع الست العذراء لاخر لحظه. ده معناه انه انا مستعد اموت من اجل المسيح، لكن طبعا المسيح حفظه لانه عنده رساله ثانيه، انه يحافظ على امه، وانه عنده رساله في البشاره مره ثانيه. فما ماتش، لكن راحت عليك ليل الشهاده، كان يتمنى يموت لانه وصل لحد الصليب. رجال كثيرين في العهد القديم شهدوا من اجل المسيح لكن لم ينالوا اكليل الشهاده. زي مين؟ يقول عنهم بولس الرسول: لم يكن العالم مستحقا لهم، تائهين في البراري والمغاير وشقوق الارض. شوفوا تائهين قبل الانبا انطونيوس الكلام ده. وهؤلاء كلهم شهدوا بالايمان، اهو شهاده، ولكنهم لم ينالوا الموعد. كثير من الاباء مشوا في الصحراء والبراري وشقوق الارض وشهدوا للايمان لكن لم ينالوا الموعد.
لم ينالوا الموعد. يعني ايه؟ يعني لسه ما دخلوش الفردوس، انما قاعدين في الملكوت، مش كده؟ فهم ايه؟ لم ينالوا الموعد. طب يا رب امتى هندخل؟ يعني هم امتى يا رب ندخل السماء؟ امتى ندخل يا ربي الفردوس ديا؟ امتى يا ربي او الملكوت؟ فهو المسيح قال لهم، هم طبعا قاعدين تحت المسبح وعمالين يصرخوا ويقولوا الى متى يا ربي لا تاتي وتنتقم لدمائنا؟ احنا يا ربي عايزين ندخل عندك، خلاص عايزين ندخل يا ربي عندك، الفردوس ده افتح لنا الفردوس، عايزين ندخل. انما هو قاعد ايه؟ قال لهم الى ان يكمل العبيد رفقاءكم جهادهم. يعني ايه يا رب؟ يعني لسه انتوا وراكم ناس كثيره جايه وراكم شهداء. انت يا ابراهيم واسحاق ويعقوب يا موسى شهدت فعلا للايمان، لكن لسه في حفله كبيره جدا لما ايه؟ لما نفتح الملكوت ديا. طب يعني ايه ورانا مين؟ قال لهم لسه وراكم بطرس وبولس ويعقوب وكل الناس دي وراكم هيجوا. طيب وبعدين؟ مات بطرس ويعقوب وكل الناس دول ماتوا شهداء. طب افتح لنا ربها، افتح لنا رب الملكوت. قال لا لا لا، لسه وراكم ماري جرس وماري مينا وست دميانة ورفقة والجماعة دول. طيب ماتوا دول، افتح لنا رب الملكوت. لا لا لا، لسه وراكم شهداء مزبيرو ونجح حمادي، ولسه وراكم شهداء الزاوية الحمراء، ولسه ليكم وراء شهداء تاني كثيرين. الى ان يكمل العبيد رفقاءكم ايه؟ جهادهم. لا لا، لسه ده في ناس كثيرة تاني حيشهدوا، وبعد كده نعمل الحفلة الكبيرة والزفة الكبيرة عشان ندخل بها ايه؟ ندخل بها السماء. عشان كده بولس الرسول يقول عن الشهداء ذي الايل، نحن لنا سحابة من الشهود محيطة بنا. شهود يعني شهداء. شوف كم واحد محاوطنا، كم واحد محاوطنا، كنيسة كلها محاوطانا، كل القديسين اللي على الترابيزة دول محاوطيننا، سحابة من الشهود محيطة بنا. انتوا عارفين دول بنحطهم فين الشهداء دول؟ بنحطهم في الكنيسة الصغيرة اللي هنا دي، مرة روحوا زوروهم وخذوا بركتهم. لكن لما يجي أبونا يعمل قداس جوا هنا ويجي يبخر في الكنيسة الصغيرة دي، بالبخور تلقى البخور ملا كل الكنيسة. تقدر تشوف اللي جنبك، حتى اللي جنبك ما تقدرش تشوفه. تقدر تشوف الشهداء المحطوطين في الكنيسة دول ولا تقدرش تشوفهم. إذا إحنا مع السحابة دي، إحنا جوا السحابة دي. السحابة دي إيه؟ محيطة إيه؟ محيطة بنا. محيطة بنا يعني إيه؟ يعني أنت بس نادي على واحد من دول يجي لك على طول، لأنه محاوطينك. يعني إيليا ده لما كان على الأرض بدون صلاة، بدون صلاة كان يكفل السماء ويفتح السماء. إيليا ده بدون صلاة كان ينزل نار من السماء تأكل الذبيحة. طيب حد إيليا ده لما طلع السماء بطل يصلي؟ بيصلي، نادي عليه. لنا سحابة من الشهود إيه؟ محيطة بنا. عشان كده لما تنادي على أي قديس يجي لك. لما تقول يا ماري جرجس، ماري جرجس بنسميه سريع إيه؟ الندهة. احكي لكم حكاية عن ماري جرجس دي. ماري جرجس ده يوم من الأيام كان بيخدم واحد أبونا كده في الصعيد في الريف، وبعدين ماشي أبونا ده عشان يفتح الكنيسة يعمل العشية، كان يوم سبت. وبعدين قابلوا مين؟ قابلوا العمدة. العمدة بقى إيه؟ راكب حصان كده وحوالين الحاشية بتاعته. وبعدين نادى العمدة قال له تعال يا سعادة القسيس، كده بتريقة يعني، رايح فين؟ قال له رايح أعمل عشية. عشية قاعد استهتر بيه وهو من على الحصان مال كده، وأدى أبونا حتة كف لدرجة أبونا وقع. وقعوا طبعا اتمرمرت في التراب حرام، وعمته طارت، والحوالين العمدة طبعا قعدوا يضحكوا ويهيصوا ويصفقوا طبعا عشان يرضوه يعني. أبونا طبعا قام لما العمة بتاعته نفض هدومه ومشى. دخل الكنيسة، فتح الكنيسة، وقف قدام سورة ماري جرجس. وقف قدام سورة ماري جرجس قال له أنا زعلان منك، أخدمك 40 سنة وتسيبني اتبهدل كده،
وتسيب الناس تضحك عليا بالشكل ده انا زعلان منك. وابونا عمل العشيه وعمل رفع البخور والناس كانت مستنياه عشان يعني يعترفوا. قال لهم انا دلوقتي متضايق سيبوني، وقفل الكنيسه ومشى. 10 دقائق سمع صراخ في بيت العمده، صراخ. وبعدين سال في ايه؟ افتكر امه ماتت، حبيبته ماتت، حاجه زي كده يعني. انما قالوا له انت مشيت من هنا بعد 10 دقائق جانا واحد عسكري بحصان وقف العمده، قال له انت بتهزئ الراجل بتاعي، والطاخ اداله قلم وطير عين من عيونه بره، واصبح العمده اعور. فتح الكنيسه ابونا وعمل له اكسيوس، قال له كده انا مش زعلان منك، هي كده مش كده؟ ليه؟ لانه لنا سحابه من الشهود، ايه؟ سحابه من الشهود محيطه بنا. عشان كده يا جماعه احنا كاقباط نحب القديسين ونحب الشهداء. ليه؟ لانه لو ناديت على اي واحد منهم يجيك على طول. عشان كده نجد لذه في اننا ناخذ الشهداء دول نعمل لهم اكسيوس ونعمل لهم تطميخ ونلف بهم الكنيسه ونستشهد بيهم. انما اخوتنا البروتستانت يقول لك لا يا عم سيبك من الكلام ده، ركز في المسيح وبلاش القديسين والشهداء دول، مالكش دعوه بيهم. يا سلام، ليه يعني؟ انا دلوقتي لما انادي اقول يا عذراء يا ماري جرجس، هل ده معناه ان انا نسيت ربنا؟ ده ياثر بعلاقتي بربنا؟ ابدا. ده احنا اكتر كنيسه تقول يا ابانا الذي في السماوات، اكتر كنيسه. تعال النهارده صلي معايا قداس وشوف كم ابان الذي بتتقال. لما انادي عذراء ولا انادي ماري جرجس ولا ماري مينا تتاثر علاقتي بربنا؟ ابدا على الاطلاق خالص. عشان كده المسيح له المجد قال ايه؟ الذي يكرمكم ها يكرمكم يكرمني، والذي يرزلكم يرزلني. عشان كده احنا بنمجد القديسين. عشان كده الله نفسه سمى نفسه باسماء الايه؟ قديسين. انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، مش كده؟ احنا كمان لما نيجي نسمي اولادنا على اسماء الايه؟ قديسين. ماري جرجس، ماري مينا، ست دميانة. زمان ايوه البابا كرولوس، زمان اخ في موجه كده كبيره لما كنا في السودان، يعني يا مينا يا كرولوس، يا مينا يا كرولوس. فلما ولدنا بشوي، ولدنا في كان في الرهبات، فجات الرهبه شايله بشوي كده وسالت امها مينا ولا كرولوس؟ فقالت لا لا مينا ولا كرولوس. لكن كان ايه يسموا القديسين ويحب القديسين. بس النهارده يعني يا ريت عيالنا بيعملوا بحياه القديسين. النهارده نسمي ابانوب ونقول له يقطعك يا ابانوب، يشيلك يا ابانوب. فليه؟ لانه يا ريت هم ياخذوا ايه؟ ياخذوا يعني صفات القديسين دول. لنا سحابه من الشهود محيطه بنا. يعني ايه يا جماعه؟ يعني النهارده لما اجي مثلا ابوك او امك او اي حد ربنا يديهم العمر مشى السماء، هل يجي واحد بروستانتي مثلا ويعلق صوره ابوه او امه في بيته؟ اي يقول له يا اخي سيبك من ابوك وامك ده، ركز في ربنا وخلاص. ده يكون اكل طبعا. حد اقول له سيبك من ابوك وامك ونزل صورهم دول؟ ازاي تنزل صورهم؟ طب انت ازاي بتعلق صوره امك وابوك في بيتك وما تعلقش صوره العذراء؟ امك العذراء ازاي ما تعلقش صوره قديس من القديسين؟ ازاي تعتز بابوك وامك الجسديين وابوك وامك الروحيين ما بتعتزش بيهم؟ النهارده لما بيجونا تراحيم على المذبح بقينا نبطل نقول تراحيم جهرا، هياخد وقت، بقينا نقول بس التراحيم الجديده، الناس اللي ماتوا الجداد. ويجيني ترحيم يقول لك الذكرى الأربعين للوالده المرحومه فلانه. الأربعين، تخيل ان هو مش ناسي امه ليه 40 سنة. هينسي ست العذراء مريم؟ عمره طبعا ما ينسى ست العذراء مريم. ازاي تقول لي سيبك من القديسين وركز في ربنا؟ النهارده لنا سحابه من الشهود محيطه بنا. يعني ايه؟ يعني عارف الطفل الصغير ده
لما يجي يحبي او يمشي اول ما يتعلم المشي، اول ما يجي واجع امه وابوه محاوطينه يقوموا يرفعوه على طول. هو ده احنا كده القديسين، احنا لسه بنحبي وبنمشي وبنتعلم المشي في الروحانيات، اول ما نيجي نقع سحابه من الشهود محيطه بينا. الحقيني يا عذراء ترفعني العذراء، ارفعني يا ماري جرس، الحقني يا ماري جرس، وهكذا. عشان كده يا جماعه ايه، دول سحابه من الشهود محيطه بنا. عشان كده الشهود دول يا جماعه، القديسين دول احنا نتعلم منهم الكثير، يعني احنا نتتلمذ على الشهداء. النهارده انت لو عايز تتعلم الطاعه بص لابونا ابراهيم وبص لابونا اسحاق. ابراهيم واسحاق دول اكتر ناس الطاعه فيهم. خد يا ابراهيم ابنك حبيبك قدموا لي مذبح محرقه على المذبح، حاضر يا رب، طاعه عمياء. ويجي اسحاق يقول لابوه يا ابوه ده المذبح ودي الحطب، فين المحرقه؟ يقول له انت الذبيحه يا ابني. والوقت ده اسحاق كان عمره 20 سنه وابوه عمره 120 سنه، يعني شاب، يعني لو لزاه كده اسحاق، لو لزاه ابراهيم كده وجرى كان جري ومشى، لكن اطاع وقعد على المذبح واتربط على المذبح لحد ما اترفع على السكينه، طاعه. طب ما تتعلم منهم الطاعه. عايز تتعلم النهارده الحكمه، اتعلم الحكمه من سليمان الحكيم. اقعد قول له يا ربي انا لا عايز غنى ولا عايز انتصار على الاعداء زي ما قال سليمان، اديني بس حكمه، ربنا هديك حكمه. النهارده تعال اتعلم مثلا احتمال الالام، مين النهارده يحتمل الالام زي ماري جرجس؟ لا، عدد كبير جدا من السنين احتمل فيها ماري جرجس الالام. النهارده تعال عايز تتعلم ازاي تقبل الظلم من الناس. النهارده واحد ظلمك تعمل ايه؟ بص للشهداء. النهارده زي القديسه مارينا اللي هي دخلت الدير واتهموها بالزنا وسمت نفسها مارين وجبلت على نفسها الظلم واخذت الطفل وعاشت بيه بره الدير سنين تربي فيه وترضع فيه وتشحت حق اللبن، ظلم. بص للشهداء دول والقديسين دول وما عرفوهاش لحد ما تنيحت ومشت السماء. النهارده تعال عايز تتعلم الخدمه، يوم ما تزور لك واحد في المستشفى النهارده تقول يا ده النهارده انا خدمت حلو. تعال شوف بولس الرسول اللي لف الهند واوروبا ومشى الدنيا كلها، تعلم منهم. عايز تتعلم الصبر تعلمه من ايوب. عايز تتعلم الشجاعه تعلمها من يوحنا المعمدان، تعلمها من ايليا النبي. عايز تتعلم الطهاره تعلمها من يوسف، تعلمها من سوسنة. النهارده عايز تتعلم العطاء تعلمها من الانبا برام، تعلمها من ابونا يعقوب اللي هو اللي كان بخيل. النهارده عايز تتعلم الصلاه تعلمها من القديس يعقوب المقطع. يعقوب المقطع ده قطعوا كل حته في جسمه، يده قطعوها رجله قطعوها، وقال له يا رب نفسي اصلي مش قادر اقوم يا رب، نفسي ارفع يدي ما عنديش يد. تعلم الصلاه ولكن كان بيقعد كده برضه ايه، برضه يصلي. عشان كده كنيستنا القبطيه يا جماعه عملت حاجه حلوه جدا، عملت حاجه اسمها السنكسار. والسنكسار ده ايه هو يا جماعه؟ السنكسار بيحكي لنا قصه ناس نفذوا وصيه الرب بجد. علمونا يعني ايه صبر، علمونا يعني ايه قوة احتمال، علمونا يعني ايه طاعة. عشان كده يا جماعة لما في القداس نقرا البولس والكاسيليكون والابراكسيس تيجي تقول الكلام اللي بيتقال ده صعب جدا، مين ينفذه؟ الكلام اللي بيتقال ده كلام نظري وليس عملي، مين يقدر ينفذ ده؟ بعد البولس والكاسيليكون والابراكسيس على طول الكنيسة تقرا لك ايه؟ السنكسار، عشان تقول لك الكلام ده مش نظري ده عملي، وفي ناس عملوا الكلام ده. إياه عشان كده يا جماعة لما مثلا يعني يقول لك قوة الاحتمال، احتمل أخوك، من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، على طول السنكسار تقرأ لك قديسة رفقة كم احتملت من الألم في أم ترضى أو تقدر
ان عيالها يذبحوا عيالها على حجرها. ده النهارده لو لمسنا ابنك بابره تعمل لنا موضوع. ده النهارده القديسه رفقه احتملت الالام. عشان كده لما تقرا في القراءات وبعدين يجيب لك السنكسار يقول لك الكلام ده مش نظري، الكلام ده ايه؟ الكلام ده عملي. عشان كده لما القراءات يقول لك يا ستات اهتموا بالزينة الداخلية بلاش الزينة الخارجية، يا ستات خليكم اهتموا بالداخل بلاش الخارج، لا تكن زينتكم الداخلية إنما الخارجية. على طول السنكسار يجيب لك قصة واحدة قديسة رموها في جب الأسود، كان كل شغلها الشاغل مش تتخلص من الأسود الجائعة، لا، شغلها الشاغل ازاي تغطي جسدها والاسود ما تك... وهي الاسود بتاكلها. يا سلام، تغطي جسدها عشان الناس ما يشوفوهاش. احنا النهارده من غير اسود عريانين والناس شايفه جسمنا. طب ازاي ده كلام؟ ايه يعني كلام فعلا مش نظري. النهارده كثيرين من الشباب شفيعهم القديس موسى الاسود. ليه؟ لأن القديس موسى الأسود كان رئيس عصابة، ياما زنى وياما قتل وياما نهب، وكان رئيس عصابة وفي الآخر بقى رئيس دير، بقى رئيس آباء كبار جدا. ليه يا جماعة؟ عشان هو يعني بنستشفع به. النهاردة لما تكون القرايات عن الطهارة على طول يجيبوا لك موسى الأسود. النهاردة تكون القرايات على الطهارة يا شباب خليكم ناس طهرين وامسكوا في المسيح، يجيبوا لك قصة واحد شاب قالوا له إذا لم تبخر الأصنام حتزني، يعني احتزني، ودخلوا أوضة وربطوا كل أعضائه يده ورجله ودخلوا له امرأة زانية. ده لو واحد تاني ما عندوش إيمان قوي كان يقول لي ربنا طب أنا أعمل إيه يا رب؟ أنا مربط، إيه اللي أقدر أعمله؟ طيب إنما هذا الشاب ملقاش عضو فيه مفكوك إلا لسانه، مسك لسانه عضاه وقطعه بسنانه وتفاف وشها. هي شفت المنظر ده وترعبت، شفت اللسان طالع والدموم مكبوبة منه اترعبت وجرت ويا فكيك على برا. عشان ايه؟ كل ده من القراءات، كل ده من ايه يا جماعة؟ الكلام اللي بتقال في البولس والكاسينونك والبراكسيس ليس كلام نظري، كلام عملي من الشهداء والقديسين. النهاردة لما تلاقي القراءات يا جماعة ربوا الأولاد صح، خليكم لا تغيظوا أبناءكم لألا يفشلوا، طوالي على طول تجي لك قصة مين؟ يوليطة وكرياكوس. يوليطة وكرياكوس دي، يوليطة دي كان عندها ابن صغير عمره 3 سنين بس، كانت أول كلمة تعلمها له مش بابا وماما، أنا مسيح. شاطر. وبعدين مسكها الوالي وقال لها بصي لو ما سجدتيش للأصنام أنا حموتك وأطبحك وأخذ كرياكوس وأعلمه سجود للأصنام وبعدين أخليه هو اللي يقتل المسيحيين. وفعلا ضبحها وموتها وقتلها وجاب كرياكوس كده وحطها على كرسي عالي كده وقال له انت من النهاردة ابني يا حبيبي. اسمك ايه حبيبي؟ قال له اسمي مسيحي. مسيحي؟ ابوك بيشتغل ايه يا حبيبي؟ مسيحي. امك اسمها ايه؟ مسيحي. ساكنين فين؟ مسيحي. يا ابني اتغاظ منه واداله القلم على راسه كده من ورا وقعه في الارض كسر رقبته ومات عمره 3 سنين. ليه؟ لان الملك لم يعرف بان اول كلمة يعلموها الناس لبابا وماما مش بابا وماما، يعلمهم كلمة ايه؟ كلمة انا مسيحي. جماعة عايزين نكون شهداء بدون سفك دم. مين النهاردة يقول في ناس في الارض دي شهداء بدون سفك دم؟ الرهبان. الراهب اول ما يخش الدير يقولوا له بص انت اول ما دخلت من باب الدير انت ميت. يقول لهم يعني ايه ميت؟ يقولوا له يعني يلا قدام الهيكل حنصلي عليك صلاة الموتى. يفردوه كده قدام الهيكل ويحطوا عليه ستر اسود ويصلوا عليه كأن بنصلي على انسان ميت. خلاص ده مات، ده شهيد بدون سفك دم. لا اكله حلوه ولا نومه حلوه ولا فرشه حلوه ولا امك وابوك ما فيش، اهلك ما فيش، انسان ميت. هل نعتبر ان كل راهب
هو إنسان شهيد بدون إيه؟ بدون سفك دم. النهاردة أنت لما عايز تأخذ إكليل الشهادة وما فيش استشهاد تعمل إيه؟ أغضب نفسك على الصلاة، أغضب نفسك على السهر، أنت شهيد. أنا النهاردة جاي تعبان مش قادر أصلي، لكن لو قلت لربنا أنا يا ربي هديك ربع ساعة، وده وعد مني طول السنة دي، هديك ربع ساعة حتى لو كنت تعبان هقف وأصلي. ولو أخذت الوعد ده من ربنا وديت الوعد ده من ربنا، ده أنت شهيد من غير سفك دم. ليه؟ لأنك أنت بتغضب نفسك، والغاضبون يدخلون إيه؟ ملكوت السماوات. عشان كده المسيح يقول لك إيه؟ اسهروا اسهروا وصلوا لئلا إيه؟ تقعوا في تجارب متنوعة. عشان كده يا جماعة تقول أنا ما عنديش وقت، بتسهر في التلفزيون قدر إيه؟ بتسهر في الكمبيوتر قدر إيه؟ بتسهر قدام اللابتوب قدر إيه؟ بتسهر قدام التلفونات والموبايلات قدر إيه؟ وبعدين تيجي تقول أنا ما عنديش وقت وتنام من غير صلاة، فين الشهادة دي لربنا؟ عشان كده إذا عايز تكون شهيد احتمل أيضا الظلم. النهاردة بيوت كثيرة مخروبة يا جماعة، ليه؟ ظلمني الست، تقول ظلمني، والراجل يقول ظلمني. طب وبعدين؟ هل انت مراتك ظلمتك يعني لدرجة الاستشهاد، لدرجة طلعت لك سيف يعني وقالت لك ها؟ لا طبعا، يعني ولا انت راجلك يعني ظلمك لدرجة الاستشهاد؟ انما الظلم دي لو انت احتملت ظلم من اي انسان، ده انت يعني شاهد بدون ايه؟ بدون سفك دم. كمان خليك انسان شاهد في صومك. النهارده انت لما يجي صوم ونقول لك يا اخي يا حبيبي صوم انقطاعي، يا ده من الصباح عندي وجع راس، ومش عارف اللي يقول عندي معده النهارده وجعاني، والنهارده مش عارف انا اذا ما شربتش كوبايه القهوه، فين الشهاده؟ فين الناس؟ ناس ماتوا على كوبايه قهوه، على كوبايه قهوه مش قادر تصوم انقطاعي. ده في ناس بتطلب من ابونا حل انه لازم يشرب كوبايه القهوه عشان بيصدع عشان يجي يتناول. ده النهارده يقول لك انا النهارده لو ما شربتش كوبايه القهوه ما اقدرش اكمل شغلي، ما اقدرش افتح عيني. ده ناس ماتت يا جماعه من اجل الشهاده بالدم. انت بتتكلم على كوبايه قهوه في الصوم ولا ايه بالظبط؟ يعني لا يمكن ان ترضى رغباتك وجسدك وشهواتك وبعدين تقول انا شهيد، ابدا. هل ممكن انك انت تشهد وانت قاعد في البلد دي؟ تشهد بكلامك، اشهد بتصرفاتك، اشهد باعمالك، ولا كله بيعمل كده؟ كله بيعمل كده يبقى نعمل كده، كله بيلبس كده، ما فيش في السوق الا اللبس القصير ده، طب نعمل ايه؟ كله بيعمل كده؟ ازاي يعني؟ فين الشهادة؟ هل تشهد انت وانت في البلد دي ولا لا؟ النهاردة يا جماعة ما عندناش شهادة لا بهمبازين ولا بقطع راس ولا بزيت مغلي ولا. النهاردة تعالوا شوف الناس كانوا بيستشهدوا ازاي يا جماعة. النهاردة يقولوا لك عايزين ننور شوارع روما، يقوم يعمل ايه؟ يجيبوا الشهداء دول ويلفوهم بكتان ويعلقوهم على عواميد ويولعوا فيهم النار عشان يولعوا وينوروا شوارع روما. واحنا يا جماعة على ظلم وعلى افتراء ولا على كوباية قهوة، ولا واحد ظلمنا ولا واحد كرامتنا ومش عارف ايه، احنا كده مش قادرين نقاوم ابدا على الاطلاق. خليك ميت اذا عايز تكون شهيد بدون شهادة، خليك في العالم ده ميت. يعني ايه ميت؟ يعني مثلا لو جاك اي اغراء من اي حتة، انت ميت، الاغراء ما يقدرش على اي انسان ميت خالص. النهاردة كرامتك نجحت عليك، خليك ميت. عارفين الراجل الراهب اللي مشى لابونا قال له يا ابونا انا الناس لما يعني بتهني بزعل، والناس لما تمدحني بفرح. قام ابو روحه قال له ايه؟ قال له يا حبيبي امشي المقابر. قال له امشي اعمل ايه في المقابر؟ قال له بس امشي المقابر، امشي المقابر وكلم الناس اللي ميتين اللي هناك
وقول لهم انتوا ناس وحشين، انتوا فيكم، انتوا صفتكم، انتوا وانتوا 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 اوحش ناس في الدنيا. قمش المقابر، كلم الناس الميتين، انتوا يا ناس يا وحشين، انتوا يا ناس يا مش عارف ايه. ومشى الابو الروحي، قال له مشيت؟ قال له ايوه. ردوا عليك؟ قال له ما ردوش عليا. ليه؟ قال له ما ميتين. قال له طيب ارجع لهم تاني وامدحهم، انتوا حلوين وانتوا شاطرين وانتوا قديسين وانتوا ملائكه وانتوا وانتوا وانتوا. رجع تاني قال لهم نفس الكلام، انتوا حلوين وقديسين وملائكه. رجع لابو الروحي قال له ردوا عليك؟ قال له لا. قال له ليه لا؟ قال له لانهم ميتين. قال له خليك ميت، لا تفرح بالانسان اللي بيمدحك ولا تزعل من الانسان اللي بيذمك، خليك ايه؟ انسان ميت. عشان كده يا جماعه اللي بيتحارب بحرف الفلوس، اللي بيتحارب بحرب الكرامه، اللي بيتحارب بحرب الشهوه، طول ما انت ميت لا تقدر عليك كل هذه الخطايا. خليك شاهد في البلد دي، وخليك شاهد في حياتك قبل ان تكون شهيد. لإلهنا كل المجد والإكرام في كنيسته من الآن والأبد، آمين.